رؤيا في دقيقة. القوات المسلحة التركية تعلن نجاح تدريبات إطلاق النار الحر وإصابة الأهداف بشكل مباشر ودقة عالية. قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى بارانك إن مشروع إنتاج السيارة المحلية توغ يسير وفق المخطط له، وإنه من المقرر بدء الإنتاج التجاري أواخر 2022. لاستيراد أفخم أنواع الويفر والبسكويت المغطاة بالشوكولا تواصل معنا. أكد وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن بلاده وصلت إلى المرحلة التي يمكنها التقدم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح تركوفاك المحلي ضد كورونا. وأضاف كوجا في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة أنه في حال الموافقة فسيبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. كشف إسماعيل ديمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية أن العمل جار على تفعيل توربيد من الدرجة الثقيلة آكيا، وأنه يجري العمل على نسخة من صاروخ أتمجة المضاد للسفن يمكن إطلاقها من الغواصات. تركيا في دقيقة.